أهلا بكم. لماذا تخضع المدينة القديمة في سامراء للإغلاق منذ 15 سنة؟ ومنذ عام 2006 وحتى اليوم يمنع الأهالي في سامراء من استغلال محالهم التجارية، ويتم الضغط على السكان لبيع عقاراتهم وأراضيهم لصالح الوقف الشيعي بعد تعطيل جميع الأعمال التجارية منذ حادثة تفجير المرقدين. ما دوافع تهجير مئات الآلاف من أهالي سامراء والاستيلاء على عقاراتهم وأراضيهم؟ وما تداعيات محاولات محو تاريخ سامراء وهويتها على السلم المجتمعي في العراق؟ حيث حصل مرصد أفاد على معلومات محدثة حول ما يجري من عمليات ضغط وحصار على ملاك المنطقة التجارية والسكنية المحيطة بالمرقدين العسكريين، والتجاوزات على الممتلكات الخاصة من قبل القوى المسيطرة على المنطقة وهي قوات تابعة لمجلس الوزراء لإدارة وحماية العتبة. نضع تحت الضوء مشاهدينا الكرام محاولات استهداف هوية سامراء وتداعياتها. نشاهد بداية هذا التقرير. مدينة سامراء أو سر مراء التي بناها الخليفة العباسي المعتصم بالله عام 221 للهجرة، واتخذها عاصمة لخلافته هو ومن بعده من الخلفاء لستة عقود. تقع مدينة سامراء على الضفة الشرقية لنهر دجلة في محافظة صلاح الدين، التي تبعد 125 كيلومترا شمالي العاصمة بغداد، وهي من أهم المدن التاريخية في العراق، تعرضت على مر العصور لمحو تاريخها وهويتها الإسلامية. شهدت هذه المدينة العريقة أحداثا جسيمة واحتلالات متوالية، فتعرضت لتدمير بعض أبنيتها إبان الغزو المغولي والاحتلالات الأخرى، التي كان آخرها الاحتلال الأمريكي عام 2003. وتعرض سامراء القديمة في أثناء الاحتلال لتفجير مرقدي الإمامين العسكريين، لتبدأ بعدها صفحة الحرب الطائفية. الجنرال الأمريكي جورج كيسي رئيس قيادة أركان قوات الاحتلال الأمريكية في العراق حينها كشف عن أن إيران هي المسؤول عن تفجير المرقدين العسكريين عام 2006 لإشعال الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب العراقي وإضعاف العراق وتخريبه وإنهائه كدولة، حيث قامت بعدها حكومات الاحتلال المتعاقبة بإغلاق المدينة القديمة لخمس عشرة سنة وحتى الآن. مرصد أفاد الحقوقي ذكر وفق شهادات حصل عليها أن ما يجري من حصار وضغط على أملاك المنطقة التجارية والسكنية المحيطة بالمرقدين العسكريين في سامراء هي محاولات للتغيير السكاني ودفع المواطنين لبيع ممتلكاتهم لمصلحة الوقف الشيعي بعد تعطيل جميع الأعمال التجارية وسيطرة الميليشيات على المدينة. نحن أصحاب أملاك المنطقة القديمة من 2006 لحد الآن، لحد اليوم 2021، اليوم 14 سنة الأملاك منعنا حتى من الوصول إليها، مو اللي يعني اسمه. وبحسب إحصائية حصل عليها مرصد أفاد، فإن الأملاك المصادرة أو المعطلة بلغت 36 فندقا و1500 محل تجاري و600 دار ونحو 140 عقارا بين دار ومكتب ومخازن ومعامل وأفران وساحات لوقوف السيارات. هذا وحذرت هيئة علماء المسلمين في العراق من الإجراءات الحكومية المستمرة في اغتصاب المساجد والمدارس الدينية والأملاك الوقفية وسعي ديوان الوقف السني المعين من الحكومة والمدعوم من القوى والأحزاب الطائفية لتمرير اتفاقات مجحفة بالأوقاف وصفقات مشبوهة لتحويل ملكية مسجد سامراء الكبير ومدرسته الدينية إلى الوقف الشيعي. وحذرت الهيئة من هذا الإجراء الطائفي المستفز لغالبية الشعب العراقي وأهالي سامراء خصوصا، والذي يهدف إلى محو تاريخ سامراء ومرجعيتها الإسلامية المعروفة. إذن أرحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقة، وهم كل من الأستاذ حسين دلي المتحدث باسم مرصد أفاد، والدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، ينضم معي ضيفاي الكريمان عبر سكايب. أبدأ معك أستاذ حسين دلي بعد الترحيب بكما ضيفاي الكريمين. أستاذ حسين، أعددتم تقريرا بشأن التجاوزات على مدينة سامراء، ما هي الدوافع، دوافع الضغط الحكومي، ضغط القوة التابعة للحكومة على أهالي سامراء من أجل بيع ممتلكاتهم وحتى
إغلاق المدينة القديمة منذ 15 سنة. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لقناة طرف الدين على الاستضافة، وتحية لجمهورية الكريم ولضيفنا الأخ أيمن العاني، حياكم الله. الحقيقة الحملة التي أطلقها المرصد وأسماها تغيير هوية سامراء كانت كما تهدف من العنوان هو تغيير هوية هذه المدينة القديمة. هذه المدينة لها آلاف السنين، ومنذ إنشائها كانت ملتقا علميا وحضاريا، وبمرور الأيام حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن. منذ 2003 عمدت القوى المرتبطة بإيران على إحداث تغيير كبير في هذه المنطقة لعدة أسباب. أولا وجود المرقدين العسكريين في هذه المدينة، والذي كان محط رعاية من أهالي سامراء، والمكون السني هو الغالب على المدينة كما يعرف الجميع، وبالتالي كانت في أحضان أهل السنة لم يتعرض هذا المرقد أو هذين المرقدين لأي تدمير أو إساءة، بل كان محط رعاية واهتمام، وكانت محط احتفاء من أهالي المدينة بحفظه ورعايته. المنطقة الثاني هو أن هذه المدينة سامراء الواقعة شمال بغداد تقع على مفترق طرق مهم جدا، وهي إحدى مخططات القوى الغازية والمحتلة، وهذا المخطط كان يهدف إلى سلخ هذه المدينة من محافظة صلاح الدين وضمها إلى مدينة الكاظمية لتكون محافظة مستقلة تقص المراقد بين قوسين الشيعية، وكان هذا هدف من الميليشيات وللأسف من الوقف الشيعي الذي هو مؤسسة مرتبطة بالحكومة ارتباطا مباشرة. وهذا المخطط كان يهدف كما قلت لإنشاء كانتون جديد في مناطق شمال بغداد التي للأسف مرة ثانية أقولها مناطق سنية. نضطر نتكلم بهذه الصراحة لبيان وجه الحقيقة لمن لا يعرف ما الذي يجري وما جرى منذ 18 عاما في هذه المدينة وما حولها. وهذا المخطط لا ينفصل عن المخطط الكبير الواسع الذي يضم كل مناطق حزام بغداد الجنوبي الذي رأيناه فيه تهجير أهل جرف الصخر والتضييق على أهل اللطيفية واليوسفية. رأينا في شمال بغداد غير بعيد عن سامراء في منطقة الطارمية هناك مضايقات مستمرة حتى اللحظة تهدف إلى تغيير حقيقة هذه المنطقة وسكانها، وشاهدنا دعوات قبل بضعة أيام لقيادات في الميليشيات تدعو لتطبيق نموذج جوف الصخر في مدينة الطارمية، وأيضا على مقرب منها شاهدنا تغييرا ديموغرافيا آخر في منطقة دراع دجلة والثرثار شمال غرب بغداد بين صلاح الدين وبين مدينتي سامراء والفلوجة. وكل هذه المناطق تشهد وجود ميليشياوي كثيف، هذه الميليشيات تحاول بنظام الإحلال والاستبدال، أي طرد السكان والإتيان بسكان آخرين منفصلين أو غرباء عن التركيب السكاني لهذه المناطق. بل وصلت الأمور إلى أن هذه الميليشيات تأتي برعاة الجاموس من مناطق جنوب العراق وإسكانهم في منازل بعد طرد أهلها. وهناك كما شهدنا ويشهد العالم محاولات مستميتة لفرض هذه التغيير الديموغرافي. الكارثة في هذا الباب أن الدولة الممثلة بالحكومة العراقية تتواطأ مع اللا دولة الممثلة بالميليشيات. هذه الميليشيات محط استنكار وانتقاد دولي ومحلي، ومع ذلك فالحكومة متخادمة مع هذه الميليشيات في عمليات التغيير الديموغرافي التي تجري هناك. وما عمله مرصد أفاد هو إبراز هذه المشكلات والفتن التي يبدو أن هدفها طائفي بامتياز. وهذه الحملات كانت يعني متقاربة في أوقات وأزمان قريبة ومستمرة للأسف حتى هذه اللحظة. أنا أتكلم معك الآن ولدينا أنباء عن أن رئيس الوقف السني في مدينة سامراء الشيخ بكر شريف الذي كان أحد المتحدثين في حملة مرصد أفاد أشار بوضوح إلى أن الوقف الشيعي وإدارة العتبة العسكرية
استولت على الجامع الكبير في سامراء وعلى المدرسة الدينية الملحقة بها، وكان جزاء هذا التصريح الذي أدلى به رئيس الوقف السني في سامراء أن دعي اليوم قبل ساعات إلى رئاسة وإدارة الوقف السني في بغداد، وأجري معه تحقيق لعدة ساعات لبيان فحوى كلامه ولماذا طالب بهذا الأمر. فهذا يؤكد أيضا نقطة سلبية أخرى بحق إدارة الوقف السني المتمثلة بسعد كمبش، ولماذا هذا الدور غير المسؤول من إدارة الوقف السني الذي نضيفه إلى الدور السلبي في قضية تقاسم الأوقاف السنية التي سمعناها قبل بضعة أشهر. نعم، سأعود لك مرة أخرى أستاذ حسين دلي. دكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين ينضم معي عبر سكايب من عمان، مرحبا بك دكتور أيمن العاني. يعني الجهات الحكومية وضعت اليد على يعني فنادق وعشرات المحلات التجارية، وكذلك لم يسمح لأصحابها باستغلالها وحتى الدخول لزيارتها منذ 15 سنة. هذا الإغلاق التام يعني وصفتموه بأنه محاولة لتغيير ديموغرافي في مدينة سامراء، من يستهدف تغيير هوية مدينة سامراء؟ تحية لك أخي الكريم وللضيف المشارك ولجميع المشاهدين، حياكم الله. حقيقة مسألة سامراء كما تفضل الضيف الكريم هي يعني جانب من أو يعني جزء من صورة متكاملة في العراق يجري تنفيذها عبر مخططات التغيير الديموغرافي في 9 محافظات من العراق. هذه المدينة هي لا شك أن لها موقعا استراتيجيا مهما، لكن مع ذلك هي لديها بعد ديني، وهو وجود المرقدين اللذين يعني لم يتعرض لأي سوء على مدى قرون من الزمن حتى الاحتلال الأمريكي البعير وصارة الأمور ظهور الميليشيات واستفحالها، وهذه الأمور واضحة ويعلمها الجميع. أما بالنسبة لموضوع التغيير الديموغرافي ومحاولات حقيقة إفراغ وإخلاء المنطقة من أهلها الأصليين، فهو طبعا هذه الجهة التي تقف يعني وراء هذا الموضوع معلومة، هي يعني الجهة الداعمة للحكومة وهي أمريكا وإيران. لكن بالدرجة الأولى هنا في مسألة سامراء هي إيران وميليشياتها والأذرع التي تتحرك بإمرتها، وطبعا حكومات الاحتلال المتعاقبة وهذه الثامنة منها، جميعها يعني حقيقة موقفها واضح، هو موقف سيء لكنه موقف واضح أنه إلى جانب تغيير التركيبة السكانية وتزوير التاريخ، هذا التاريخ الذي يعني لا يمكن حقيقة أن، والتجارب السابقة والاحتلالات السابقة والغزوات السابقة التي طالت المدينة هي يعني ليعلموا أن هذا الأمر لا يصح إلا الصحيح. بالنتيجة لدينا اليوم في سامراء معاناة كثيرة لعشرات الآلاف لآلاف العائلات من المدينة، هذه العائلات تعيش حقيقة ترزح تحت ظروف معيشية سيئة جدا، لأنها ممنوعة حتى من يعني حتى من وصول العقارات والأملاك والممتلكات التي تمتلكها، فضلا عن أنها تستفيد منها أو تستثمرها. وهذا الأمر طبعا واضح لأنه أصبح يعني بعد تفجير المرقدين على يد إيران، وبعده أصبحت المدينة حقيقة تحت نير أسلحة الميليشيات الموالية والولائية لإيران. وهذا اليوم هو يعني وهذه وهذا هو الواقع منذ 2006 وحتى اليوم.
نعم بدأت الأمور بشكل أوضح تبدو، لأنه يعني يعتقد من في بغداد أو من يسيطر أو يتحكم في بغداد اليوم أنه يعني قد خلت الساحة له، والأمور يعني يستطيع أن يفعل ما يريد. لكن هذا الأمر يعني متعلق حقيقة ب يعني الدعم الدولي لهذه العصابات والميليشيات التي تتحكم بالبلاد منذ 2003 وحتى اليوم، لأنه الأمر يتعدى مسألة حرمان المواطنين من أملاكهم، إلا أنه تعدي حتى في مسألة الحريات الدينية، وتعدي في مسألة التعبير عن الرأي، والتعدي الآخر في مسألة يعني التغيير الديمغرافي والوضع الذي يجري في المدينة اليوم. نعم ابقى معي دكتور أيمن العني، سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ حسين دلي، هذه العمليات عمليات التغيير الديمغرافي تجري وتتم في وضح النهار أمام أنظار العالم، ترى كيف ينظر المجتمع الدولي لهذه العمليات التي بدأت بعد احتلال العراق عام 2003، وكان هناك نماذج للتغيير الديمغرافي مثل ما تفضلتم في منطقة حزام بغداد وكذلك في جوف الصخر والآن في سامراء؟ يعني بحقيقة الحال المجتمع الدولي متفرج على الشأن العراقي في ربما سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ البلدان، يعني بلدان واجهت هكذا كوارث إنسانية ومآسي وأوضاع حقوقية شاذة، لم نشهد انفضاضا أو تفل الأيدي مثل ما نشاهده الآن مع المجتمع الدولي. طبعا عندما نتكلم عن المجتمع الدولي فنتكلم عن الأمم المتحدة، والأمم المتحدة لديها ممثلة في بغداد، هذه الممثلة كما سبقها غيرها من ممثلي الأمين العام للأمم المتحدة، كانت مهمتهم هي كيفية المحافظة على بقاء المنصب ومجاراة سياسة الحكومات المتعاقبة منذ أيام إبراهيم الجعفري ومرورا بالمالك والعبادي وصولا وعبد المهدي وصولا إلى الكاظمي. هؤلاء ممثلو المتحدة عاجزون، بل يعني ليس غريبا أن نقول متواطئون مع الحكومة، فمهمتهم هي مدح الحكومة وسياساتها، وحتى بياناتهم تجاه بعض الأوضاع الشاذة والسلوكيات الشائنة التي تمارسها الميليشيات والفصائل كانت تتم بشكل عشوائي. فهناك مثلا ينبري ممثلو المتحدة للحديث عن جرائم داعش وقبل القاعدة، لكن لم نشاهد أي بيان حقيقي لهؤلاء ممثلو المتحدة تجاه الميليشيات الولائية أو الفصائل التي تمارس استعراضاتها وسط الشارع العراقي. بل رأينا ممثلو المتحدة جنيب لاسقار تلتقي بأحد أبرز قيادات الميليشيات وهو أبو فدك المتهم، هو والفصائل التابعة للحشد الشعبي بارتكاب مجازر، سواء قتل المختطفين، المفقودين، المقابر الجماعية، استهداف الناشطين واستهداف المتظاهرين. فهذا يؤكد أن الأمم المتحدة ليست عاجزة فقط، بل متخاذلة ومتواطئة مع هذه الميليشيات. هناك أيضا إذا صح التعبير عن المجتمع الدولي، الجامعة العربية ليس لها أي دور في العراق، هناك الجهات السياسية الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة المتسبب بالأكبر بالكارثة الإنسانية منذ 18 عاما، الاتحاد الأوروبي، كلهم متواطئون أو لا يبالون بما يجري في العراق، بخلاف ما نرى من تدخل أمريكي أو أوروبي أو المتحدة في شؤون دول أخرى لا تمارس فيها مثل ما يحدث في العراق من جرائم وكوارث. تعويلنا على همة أبناء العراق في أن يكونوا يد واحدة تجاه هذه المخططات، خصوصا بعد انتفاضة الوعي الكبيرة التي حدثت بعد ثورة تشرين والتحاق أهلنا في بغداد وجنوب العراق بسياسة الرفض والمناهضة
لهذه الحكومات والمنظومة التي تحكم العراق منذ 2003. وما نشاهده الآن من وعي وطني كبير بأن هذه المنظومة وهذه العملية السياسية لن تأتي للعراق بأي خير هو دليل على تبدل الوعي الذي سيكون ولا شك ضاغطا على المجتمع الدولي في أن يغير نظرته وسلوكه تجاه الحكومات العراقية وما يجري من عمليات سلبية مثل التغيير الديموغرافي الذي تشهده مناطق كثيرة في العراق. نعم سيد حسين، إذا نشاهد مشاهدينا الكرام ما أعده مركز أفاد إذ أعد تقريرا عن التجاوزات على مدينة سامراء، نشاهد سويا هذا التقرير. تابعنا سويا مشاهدينا الكرام هذا التقرير عن التجاوزات في سامراء والاستيلاء على الأراضي وعقارات أهالي سامراء. هناك بيان أصدرته هيئة علماء المسلمين متعلق بمحاولات اغتصاب مسجد سامراء الكبير ومدرسته الدينية وصفقات الفساد في ديوان الوقف السني، بيان المرقم 1469. سيحدثنا الدكتور أيمن العاني عن صفقات الفساد في ديوان الوقف السني، وقبل ذلك نشاهد سويا هذا الفيديو الذي يعني يتحدث عن موقف الوقف السني تجاه هذه التجاوزات في سامراء. لا زالت سامراء ومنطقتها القديمة تعاني من إغلاق كبير، واحدة من أهم المشاكل اللي يعتبرون أهل سامراء ظلم وحيف كبير هو إغلاق المحال التجارية والتي هي سبب ومصدر رزق للكثير من العوائل. نحن نؤيد أن يكون هنالك أمن للإمام والضريح المكرم، وهي منطقة لدينا محل اعتزاز وافتخار بها، لكن هنالك ضرر واقع على العوائل السامرائية وهنالك ضرر ديني واضح. أعتقد أن المرجعية لا تؤمن بذلك، ولا يوجد هنالك دين يؤمن بإغلاق الجامع الكبير والمدرسة الدينية التي تعتبر امتداد للمذهب، كما أننا نطالب بكما أنها تم افتتاح المدرسة الشيرازية فإننا نطالب بأن تعاد المدرسة الدينية لكي يكون هنالك رأسان في المدينة، المدرسة الشيرازية والمدرسة الدينية. فمن الظلم أن تفتتح مدرسة تدرس مذهبا معين وتغلق مدرسة لمذهب آخر. أعتقد أن هذا يوحي بتغيير واضح للمدينة وهويتها. نقول الكلام ولسنا تأخذنا في الحقل وما تلائم. دعوة لجميع العقلاء أن يعاد النظر بهذا الملف، لكون هذا الملف واحدة من الأشياء التي تضر بالسلم الاجتماعي في المدينة.
إذن عودة إليكم مشاهدين الكرام، والعودة أيضا للدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. تابعت هذه الدعوة والمناشدة في سامراء من داخل الوقف السني، يبين يعني ضرورة وضع حد لهذه التجاوزات. نرى أن هناك اختلافا ما بين الموقفين في بغداد وفي سامراء. أخي الكريم، بالنسبة للتجاوزات التي حدثت في من قبل الوقف السني، هذا طبعا يعني معروف، والتجاوزات على الأوقاف السنية في العراق بدأت منذ 2003 وحتى اليوم. نعم. والهيئة حقيقة لها مواقف كثيرة منذ 2003 في الدفاع في مراحل متعددة وأشكال مختلفة من الأساليب في الدفاع عن الأوقاف السنية، الأوقاف الشرعية، ولا سيما الوقف المنضبط. وهذا طبعا ما يجري في سامراء هو جزء من هذه المؤامرة التي تستهدف حقيقة سرقة هذه الأملاك وتغيير ملكيتها وحتى تغيير الطابع التاريخي لها. فيعني اليوم في سامراء كما ذكرت هو حلقة من حلقات الاستهداف للأوقاف السنية، وهذه طبعا بالنسبة للوقف السني كما هو معلوم هو مسألة هي جهة تابعة للحكومة وتأتمر بأمرها وتنفذ رغباتها، وبالنتيجة ما يحدث هو يعني ليس مستغربا حقيقة، لأنه من يقبل المشاركة في العملية السياسية هو شاهد زور على أقل تقدير، فما بالك هذا الذي يعني يعين الأغراب ويعين المحتل في مسألة التمكين في وطنه وعلى أهله. وهذا الأمر أيضا له حساسية دينية، لأنه الأملاك والأوقاف هي تظل شرط الواقف، ويعني هذا كالنص كما يقول الفقهاء. فهذا الأمر هو مسألة مهمة جدا، لا ينبغي حقيقة يعني أنه يعني يلفتون النظر إليه. والمناشدة التي رأيناها حقيقة هي تلخص ما يجري في المدينة، هو مسألة اعتداء واضح وصارخ على الأوقاف السنية الموجودة في مدينة سامراء، إضافة طبعا إلى أوقاف سنية موجودة في مدن أخرى. لكن ما نحن فيه اليوم هو ما يحدث في سامراء وكيفية دفع الناس والتضييق عليهم وتهديدهم وإجبارهم على الرضوخ لدفعهم إلى بيع ممتلكاتهم للوقف الشيعي. وهذا طبعا هذا أمر واضح، المطلوب منه هو تغيير طابع المدينة كليا. و يعني هم يعتقدون داخل الوقف الشيعي أن الأمر حتى يعني متأخرا كان ينبغي أن يحدث ذلك منذ كثير من السنوات، لأنهم يعني كما ذكرت خلت الساحة لهم بدعم المجتمع الدولي ولا سيما الولايات المتحدة أمريكا المتسببة الجهة المعتدية في هذا الموضوع. فيعني اليوم الشعب يعاني ويدفع الثمن، ولكن نحن نظل طبعا يعني المطالبة بالحقوق لا تسقط في التقادم. ومسألة التغيير التركيبة السكانية أو شراء هذا العقار أو ذاك، هذا طبعا لا يغير من الموضوع شيئا، لأنه معروف الغرض منه والهدف من وراء هذه الإجراءات التعسفية التي تهدف بشكل واضح إلى نزع الانتماء، نزع انتماء المواطن بوطنه وببلده وبمدينته.
وهذا طبعا هو يعني لو كانت الحكومات وطنية حقيقة لما كان حدث ذلك، وإلا على مدى 1400 سنة أو 1200 سنة هذه سامراء يعني شامخة ولا أحد يعني اعتدى عليها. لكن ما يجري اليوم حقيقة هم حكومات غير وطنية، حكومات تابعة للأجنبي، حكومات تنفذ أجندة مخططات خارجية، منها طبعا مخطط التغيير الديمغرافي وإفراغ المناطق من أهلها الأصليين، وهذا ما يجري في سامراء وكما جرى في جرف الصخر ويثرب واليوسفية والطارمية وغيرها. نعم دكتور أيمن، سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ حسين دلي، عذرا للإطالة بالعودة إليك مرة أخرى أستاذ حسين، يعني هناك مثلما تذكرون مسؤولون أمريكيون اتهموا نظام طهران مباشرة بتنفيذ تفجير مرقدي الإمامين العسكريين في سامراء عام 2006. ترى هل هناك توافقات دولية وغايات يعني تتوافق مع غايات سياسية موائمة للمشروع الإيراني في العراق من وجهة نظرك؟ يعني المشروع الأمريكي في المنطقة يهدف إلى خلق بؤر توتر ونزيف مستمر في المنطقة العربية المحيطة بإسرائيل، ومن أجل هذا المشروع لا بد من تمكين مشروع يعني تجعله بعبعا يهدد الدول العربية، فضلا عن مشروع إسرائيل وحمايتها، والآن ما نشاهده من انتفاضة أهل القدس ضد المشروع الصهيوني، نسأل الله يحفظ أهلنا ويجنبهم كل سوء. هذا الأمر يعني بات واضح العيان، البعبع الذي أنشأته الدول الغربية منذ تقريبا يعني 40 عاما عندما جاءت بالخميني ليرأس الجمهورية الإيرانية، ومنذ ذلك الوقت بدأت محاولات تصدير الثورة، وإحدى محاولات تصدير الثورة هي العودة إلى المشروع القديم اللي يعني بنيت عليه سياسة إيران الخارجية منذ أيام الإمبراطورية الفارسية، نتكلم عن آلاف السنين، هو السيطرة على المجاور، والمجاور القوي هو العراق الذي كان يعني منذ القديم يمثل بإمبراطورياته ندا، بل تغلب في أغلب الأحيان على الإمبراطورية الفارسية، ثم شهدنا في أيام الخلافة الإسلامية إسقاط هذه الإمبراطورية الساسانية، وهذا العداوة ظلت متأصلة بين فارس والعراق، وامتدت هذه الأمور حتى أيامنا هذا. بعد الاحتلال الأمريكي ساهم الأمريكيون بشكل واضح بإطلاق يد الأدوات الإيرانية في العراق وتمكينهم من السيطرة على الحكومة وإبراز ما تسمى بالأغلبية الشيعية على حساب الأقلية السنية التي وضعت لها زورا وبهتانا نسبة 20%. فهذا البعبع في المنطقة وهذا النفوذ يراد منه إضعاف أكبر وأهم دولة في المنطقة، العراق بتاريخه وحضارته وإمكاناته الاقتصادية والزراعية والمعادن والنفط طبعا على رأسها، فضلا عن الكتلة البشرية القوية كان يمثل مصدر أطماع لكل الدول المستعمرة في المنطقة منذ 200 سنة، ولذلك كان الهدف الرئيسي من احتلال العراق 2003 هو إسقاط هذه القوة وإضعاف هذه الدولة، والتي كما رأينا بعد إسقاط العراق تمزقت كل المنطقة، فلسطين أصبحت في خبر كان، سوريا تمزقت ضعفت، مصر كذلك، الخليج أصبح بين فكي كماشة، وأصبحت إيران هي المتحكم المتنفذ في المنطقة ليس بأدوات الجيش الإيراني بل بأذرعه العسكرية في لبنان رأينا حزب الله، في العراق الميليشيات الحشد الشعبي التي تشكلت على خلفية ما حدث 2014، في اليمن الحوثيين، وفي سوريا ميليشياتها لا تحتاج إلى إذن بل هي يعني متوافقة مع نظام الأسد. فكما قلت أخي الكريم، المجتمع الدولي القوة الكبرى تخلق بؤر أزمات في هذه المنطقة، وإيران تنفذها بشكل حرفي. اليوم موضوع التغيير الديمغرافي في العراق هو أحد أهم أدوات المشروع الإيراني في المنطقة ككل،
تغيير التركيبة السكانية، العمل بسياسة النفس الطويل وبالتدرج في عمليات التغيير الديموغرافي، حتى أصبحنا نرى أن معظم المناطق الآن، الكلام ليس عن حزام بغداد وحدها، هناك مشروع مثلا في محافظة الأنبار وهو اقتطاع منطقة النخيب التي تقريبا تشكل قريبا من ربع مساحة محافظة الأنبار وضمها إلى كربلاء، اعتمادا على تصورات تاريخية مغلوطة ووثائق وهمية تبين أن هذه المنطقة كانت تابعة لكربلاء وهي لا أصل لها، فالوثائق العثمانية التي أكدت أن النخيب تابع الأنبار هي نفس الوثائق العثمانية التي تؤكد أن منطقة سامراء أكثرية سنية، وأن هذه المراقد وهذه المدرسة الدينية مثلا في سامراء تم بناها منذ زمن عبد الحميد الثاني السلطان العثماني المعروف. فكما قلت أخي الكريم، الهدف الرئيسي هو خلق بؤر واستنزاف لتلك المناطق، وبالتالي إضعاف العراق وإبقائه ضعيفا أمام المشروع الإيراني. شكرا لك أستاذ حسين. دكتور أيمن العاني، يعني ترى لماذا يهمل ملف النازحين والنزوح في العراق بل ويرفد إليه الكثير من الأزمات؟ يعني حذرتم من عمليات تهجير لآلاف العوائل على غرار ما حصل في جرف الصخر، يعني حذرتم من ذلك في مدينة سامراء، أهالي سامراء الذين يضغط عليهم الآن وتباع أراضيهم وتباع عقاراتهم لصالح يعني أناس آخرين. ترى لماذا يهمل ملف النازحين؟ لماذا لا يتم العمل على حل هذا الملف بل ويزداد أيضا تزداد الأزمات في العراق بإضافة نازحين آخرين ومدن أخرى تهجر على غرار ما حصل في جرف الصخر؟ أخي الكريم، هذا ملف النازحين حقيقة هو موضوع آخر، يعني هو موضوع آخر مهم يؤرق حكومات الاحتلال المتعاقبة وهذه الثامنة منها. ملف النازحين هو ملف يحرج هذه الحكومات أمام المجتمع الدولي الذي يريد أن يرى من هذه الحكومات ما يعني يستطيع التحدث به والتسويق له في الأروقة الأممية والدولية. الملف النازحين يتم يعني تغييبه حقيقة وشردمته في ظل حكومات الاحتلال لإنهاء بشتى الطرق، حتى وإن كان على يعني حساب مئات الآلاف من النازحين الذين اضطروا إلى ترك منازلهم بسبب القصف العشوائي والقصف الكثيف خلال الحرب المزعومة على الإرهاب وتدمير المدن الذي جرى في المناطق والمحافظات المنكوبة بسبب الحرب. هؤلاء النازحون هم من أبناء تلك المحافظات، والمعلوم أنه تلك المحافظات أيضا هي محافظات سنية ذات أغلبية سنية، يعني أغلبية ساحقة. فأن في سامراء دكتور أيمن، هل يثقل كاهل الحكومة في هذا الإطار، وخصوصا هناك يعني تحذيرات من هيئة علماء المسلمين من تهجير آلاف العوائل وطردهم من منازلهم ليجدوا أنفسهم في العراء؟ أخي الكريم، هو أنا ما يعني ما كنت ستحدث به هو هذا الأمر. هو أنه المزيد من النزوح والنزوح الثانوي، وهم بنفس الوقت يحاولون إغلاق مخيمات وفرض العودة القسرية على النازحين، والنازحون اليوم بين العودة أو الإخلاء القسري للمخيمات والمنع الأمني بسبب ما يشتبه أنهم يعني من مسلحي داعش أو المنتمين أو المنضوين تحت داعش في حربه أو في يعني المعارك التي جرت بينه وبين القوات الحكومية وحلفائها. لكن ما يحدث في سامراء هو له بعد آخر يضاف إلى هذا الموضوع، هو إحداث هذه يعني كما تحدث الضيف الكريم، هو من جملة سياسة النفس الطويل، هو تشريد الناس
وإذلالهم وإهانتهم وإخضاعهم إلى ظروف معيشية قاسية جدا بالنتيجة حتى يتم تمرير هذه تنفيذ المخططات المطلوبة إيرانيا أو أمريكيا، لأنهم يعني تعلم متضامنون متكافلون. ففي الملف العراقي يعني على أقل تقدير، فهذا يعني الذي يدفع ثمن هذا هو المدنيون في العراق، ولا سيما مناطق المستهدفة بمخطط التغيير الديموغرافي والحرب التي جرت الإرهاب. شكرا جزيلا لك دكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، كنت معي عبر سكايب من عمان. ونشكرك شكرا جزيلا أيضا الأستاذ حسين دلي المتحدث باسم مرصد أفاد، وأيضا الكاتب والصحفي والإعلامي العراقي، شكرا جزيلا لك. إذن في الختام تقبلوا مني مشاهدينا الكرام أطيب تحية وفي أمان الله.